نتحدث إن شاء الله اليوم في فواتح سورة الروم. غريب يعني يكون الروم اسم سورة، تصور سورة في القرآن الروم. فواتح سورة الروم، سورة الروم طبعا مكية، في سورة قبلها اللي هي سورة مكية أيضا اللي هي سورة الإسراء، سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى، والسورة التي يذكر فيها المسجد الأقصى، والسورة اللي تتنبأ بعد 1400 سنة بوجود إفساد في الأرض المقدسة. نعطي فكرة بسيطة في سبق لأنه شرحناها بالتفصيل سورة الإسراء فواتحها أقصد، لكن نعطي صورة سريعة. أولا سورة مكية، إيش يعني مكية؟ يعني المؤمنين كانوا قلة في مكة وكانوا مضطهدين في مكة، ومع ذلك لما نزلت سورة الإسراء أولا لم يكن في مكة أي وجود يهودي، ولم يكن في القدس أي وجود يهودي. يعني من سنة 135 ميلادي في إمبراطور اسمه هادريان، 135 الرسول بعث 610 صلى الله عليه وسلم، 610 في أيام هادريان الروماني 135 ميلادي منع أنه اليهود يسكنوا القدس. يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم القدس وفلسطين بشكل عام في 500 سنة ما فيش يهود، 500 سنة. يعني ذاكرة البشر انه في يهود هون راح. في مكة ما في يهود، في القدس ما في يهود. لما تحدث عن العلاقة سبحانه وتعالى عن العلاقة بين مكة والقدس في مسألة الإسراء والمعراج، ثم تحدث عن نبوءة مستقبلية بعد 1400 سنة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ثم نكتشف إنه مرة كانت قبل الإسلام ومرة بعد الإسلام. وبعد الإسلام متى؟ ما حصل إلا في 48. معناته هذه القضية بالذات اللي بتكلم عنها القرآن قبل 1400 سنة، مع أنه ما فيش في مكة يهود، ما فيش في القدس يهود، ومع ذلك ربط بين الأقصى والوجود اليهودي في الأرض المقدسة المباركة فلسطين. تحدث بالتفصيل عن وعد الآخرة اللي هو هذا، وختمها بقوله سبحانه وتعالى بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هو مورد إذن النبوءة إيش؟ تبشير لمين؟ للمؤمنين. معناته التحدي القائم في فلسطين الأرض المقدسة المباركة اللي بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين هو تحدي ضخم، بحيث عندما يصبح أهل الإسلام قادرين على إيجاد حل لمثل هذا التحدي في الأرض المقدسة، معناته الإسلام بدأ يكون عالمي في أفقه. لذلك يبدو أن فتح مكة كان بداية العالمية الإسلامية الأولى كما يعبر البعض، وفتح القدس سيكون بداية العالمية الإسلامية إيش؟ الثانية والأخيرة. عالميتين قابلهن كلام عن إفسادين، وهذه أرض مبارك فيها للعالمين. إذن لا يعقل أنه يتم الحديث بعد 1400 سنة عن مستقبل، إلا معناته المسألة فيها خطورة كبيرة وأثر كبير في مسألة البشرية ثم انتشار دعوة الحق. لذلك هو لما ينتهي التحدي هنا بنتهي هنا، انتوا عم بتشوفوا فساد كثير وبتشوفوا ظلم وبتشوفوا بتشوفوا بتشوفوا. هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى، انه قبل الفجر بيكون الظلام أشد ما يمكن، الظلام قبل الفجر بيكون أشد ما يمكن. وعلى فكرة الظلمة وانت بجداد بطشهم لما بيخافوا وبيدركوا انه المعزوفة الأخيرة بيزداد بطشهم.
كمحاولة أخيرة، كمحاولة أخيرة لما يشوفوا إنه الأمور، ولا هو يعني شو بالكم هو يعني بيكونوا هم غاويين إنهم يبطشوا بالناس ويظهر فضائحهم؟ لا، لكن هم الآن بيشعروا بالخوف الشديد، وإنه ما معهم فرصة إلا يجربوا إيش للأخير. وهذه علامة انهيار، لأنه موضوع الإسلام وزحفه هذه قضية بدهية كما قلنا، وانتشرت الإسلام بين الشعوب، ما فيش مجال أمور ترجع لورا. طيب هذه بالنسبة لسورة الإسراء، إذا بيجي يوم ممكن نعيد تذكيركم بتفسيرها، لكن الآن